السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عاملين ايه يا رب دايما تكونوا بخير النهارده هنعمل مع بعض كيكه الحليب المغلي كيكه حلوه جدا وسهله وبسيطه وطريقتها مختلفه عن الكيك العادي بس ألذ بكتير من الكيك العادي يا رب الفيديو يعجبكم حطوا لايك لو عجبكم ولو اول مره بتشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناه وكمان فعلوا جرس على الكل عشان يوصلكم مني كل فيديو جديد نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف الطريقه مع بعض اول حاجه معايا تلات بيضات بدرجة حرارة المطبخ انا مستخدمه بيض ابيض حجم بتاعه متوسط لو هتستخدمي بيض بلدي استخدمي اربع بيضات يعني من اربع لخمس بيضات علي حسب حجم البيضه معاكي هحط كمان معلقه صغيره من الخل هحط كوبايه من السكر ممكن تزودوها لكوبايه وربع حسب رغبتكم هحط كمان نص كوبايه من الزيت النباتي هبدا بقى اضرب كل المكونات كده مع بعض كويس جدا بالمضرب ممكن تستخدمي المضرب السلك اليدوي العادي او تستخدمي المضرب الكهربائي انا ضربتها الاول بالمضرب السلك وبعد كده آه اديتها ضربتين كده بالمضرب الكهربائي تمام كده لكن الخلاط بلاش في الخلاط عشان الخليط تقيل شويه فهيبقى صعب جدا في الخلاط هيبقى صعب يعني على الخلاط ان هو يخلطه كويس هبدأ بقى كده اضربها لحد ما الخليط ده لونه يفتح وتلاقوا اللون بيردي كده شوية معاكم زي ما انتم شايفين كده عشان يديك الكيكة لونها فاتح وتكون أه حلوة معايا بقى كوبايتين من الدقيق متعدد الاغراض أه شايله معلقه منهم يعني كوبايتين الا معلقه كبيره مليانه شلت معلقه كبيره هرمية من الكوبايه الثانيه وحطيت بدلها معلقه كبيره مليانه من النشا وهبدا انخل الدقيق بالشكل ده كده تمام كده لازم الدقيق يتنخل كويس جدا انا لما بتاعي ما كنتش لاقياه ف نخلته بالمصفه الصغيره دي بتنفع برضو تمام كده زي ما انتم ملاحظين انا رافعه ايديا كده بعيد عشان ادخل الهواء آه في الدقيق وانا بنخله عشان الكيكه تطلع معايا هشه وحلوه جدا وهبدا بقى اقلب المكونات دي كده كويس جدا وهتلاحظوا وانتم بتقلبوا ان الخليط تقيل جدا هحط كمان باكت البيكنج باودر ولاحظوا ان احنا لسه ما حطيناش فانيليا وهقول في الاخر هنحط ايه مكان الفانيليا حاجه حلوه جدا وجديده هتعجبكم قوي هحط كمان ذره صغيره من الملح عشان تظبط الطعم معايا نحطها في اي حلويات لازم ذره صغيره من الملح عشان اه تظبط التست معاكي هقلب بقى كل المكونات دي كده كويس جدا في اتجاه واحد زي ما انتم شايفين وهتلاحظوا ان الخليط معاكوا تقيل مش خفيف طبعا احنا لسه ما اي سوائل لسه هنضيف الحليب المغلي فهيخفف القوام ده تمام جدا زي ما انتم شايفين كده هو الخليط بيبقى بالقوام اللي انتم شايفينه ده تقيل كده هركنها بقى على جنب وبعد كده محضره معايا كوبايه من الحليب عايزه اقول لكم الكوبايه اللي انا مستخدميها اللي هي المج بتاع الشاي اللي هو ساعة 200 مللي تمام كده دي كوبايه من الحليب ومعايا هنا مكعب من الزبده كبير شويه حوالي معلقتين كبار من الزبده زي ما انتم شايفين كده هحطه على كوبايه الحليب وهرفعهم على النار لحد ما يوصلوا لدرجه الغليان لازم توصل لدرجه الغليان يعني تغلي اللبن كده يغلي معانا ويفور والزبده طبعا هتسيح من الحراره تمام كده يبقى احنا مش عاوزين ندفيه ولا نسخنه احنا عاوزينه يوصل لدرجه الغليان بعد ما وصل معايا لدرجه الغليان بالشكل ده كده والزبده ساحت فيه بدات انزله كده على الخليط بتاع الكيك بتاعي بالشكل ده كده ما تخافوش مش هيحصل اي حاجه مش هي في ناس بتعتقد ان هو بيقلل تفاعل البيكنج باودر بس البيكنج باودر خلاص اختلط مع بقيه المكونات فمش هيبقى ليه اي تاثير بالعكس هتطلع كيكه ريحتها حلوه جدا جدا في الخطوه اللي انتوا بتقلبوا فيها الكيك بالشكل ده كده هتلاقوا القوام بتاعها خف واللون بتاعها فتح زي ما انتوا شايفين كده والقوام بتاعها كده بقى اشبه بقوام الكيكه العاديه وهتلاقوا كمان ريحتها حلوه جدا جدا ريحه العجينه وانتوا بتقلبوها كده هتلاقوها حلوه جدا طبعا لغاية دلوقتي لسه ما ضفناش الفانيليا وهقول لكم هنضيف ايه كمان مع الفانيليا ده بقى فانيليا بالبرتقال انا لقيتها موجوده في السوبر ماركت دريم بصراحه ما اعرفش هي كانت موجوده من قبل كده ولا لا يبقى يعني انا اول مره اجيبها وجربتها يعني في كذا مره وبعد كده عجبتني فقلت اقول عليها حلوه جدا بتدي طعم البرتقال بالظبط للكيك بالرغم ان احنا مش مستخدمين برتقال خالص ومستخدمين حليب بس بتديك نكهه البرتقال قويه جدا وحطيت كمان باكت من الفانيليا العادية اللي هي الفانيليا المسكر العادية هبدا بقى اقلبهم مع بعض طبعا انا حطيت الفانيليا في الاخر عشان طبعا لو نزلنا الحليب السخن على الفانيليا هت يعني مش, هت مش هتبان معانا في في الطعم بتاع الكيك فحبيت انا اضيفها في الاخر وطبعا البيض ضاربين معايا خل معلقه صغيره من الخل فدوت طبعا هي يعني هي هيشيل اي زفاره للبيض تمام كده سامحوني بقى لو انا بتلخبط شويه في الكلام وادعوا لي كده دعوه حلوه من قلبكم عشان تعبنا شويه دلوقتي بقى جبت الصينيه بايركس بقى الومنيوم اي صينيه موجوده عندك هنا كده كويس بالزيت او بالزبده اي يعني اي ماده دهنيه ادهنها كده كويس طبعا الطاجن ده طاجن متوسط ولا صغير قوي ولا كبير قوي تمام كده احسن صواني تصوي فيها الكيك الصواني الفاتحه اللي لونها فاتح زي البايركس والالومنيوم طبعا الالومنيوم افضل حاجه لو هتستخدمي صينيه الومنيوم يفضل ان انت بعد ما تدهنيها بالزيت كده تعفريها كده بشويه من الدقيق تمام كده او طبعا تحطي ورق الزبده زي ما تحبي هبدا بقى بعد ما دهنتها كويس جدا بالزيت هبدا بقى انزل فيها الخليط بتاع الكيك وهو ده القوام المظبوط بتاع الكيك زي ما انتم شايفين القوام بتاعها حلو جدا متوسط مش خفيف قوي ولا تقيل قوي هوزع الكيك كده كويس جدا في الصينيه وطبعا انا قبل ما ابدا الشغل في الكيكه كنت مسخنه الفرن على درجه حراره 180 وهدخلها في الرف اللي في المنتصف الفرن لحد طبعا الفرن من تحت بس ولحد ما تاخد لون من فوق ومن تحت بتاخد في الفرن تقريبا حوالي 40 دقيقه بالظبط بتكون جاهزه معانا كده عدى اربعين دقيقة بجيب بقى خلة كده وبختبر الكيكة من منتصف كده لو الخلة طلعت نظيفة يبقى الكيك معانا مستوي زي الفل لو طلعت فيها اي سوائل تعرفوا ان هي لسه نية وترجعوها الفرن تاني دلوقتي بقى هبدا اقطعها وهوريها لكم طبعا بعد ما بردت حلوه جدا جدا شايفين بقى لونها كده ذهبي كده حلو وفاتح ومن جوه بيضه خالص وكمان طعمها حلو جدا جدا جربوها هتعجبكم جدا ان شاء الله شايفين بقى هو بتاعتها طريه جدا جدا يعني تجربه ناجحه جدا ان شاء الله جربوها على ضمانتي وهتعجبكم جدا يا رب الفيديو يكون عجبكم حطوا له لايك ومع الف سلامه